أربعة في المسألة دي، لأن هو مديني أفريج أو كريتنج أوت، مديني ماكسيموم أو مينيموم. طيب أنا ممكن أستعمل ثلاثة، ممكن أستعمل أربعة. طيب المفروض بعد كده أنت بقيت المسألة أنت المفروض هتختار واحدة فيهم، هختار مين فيهم المفروض؟ اللي هي تديني الكوست الأقل، مين اللي فيهم الأوفر هي دي اللي أنا هختارها. برضه مش المسألة دي لسه مش هتكلم على الكوست، بس خليها بس نوصل لحد حسابات الإلكتريك باور. آخر حاجة وصلنا لها امبارح، إن بامب ثلاثة كانت الكيوبوم بتاعتها الأوبريتنج بوينت اللي هي بوينت 2 4 والإتش نوت بتاعتها 50 وبعدين الافشنسي كانت 82. في واحد راح سالني هو انا جبت الافشنسي من فين؟ الافشنسي دي عشان تجيبها كان المفروض ان انت بيبقى عندك كيرف الكيو مع ايتا بتاع كل كروما، يعني انت كان عندك اربع كيوبات حاجه كان عاملين بالمنظر ده، كل كيرف من دول بيعبر عن كروما مختلفه بتاع ثلاثه او بتاع اربعه. فانت هتعمل ايه؟ انت بتتكلم على فوق ثلاثه، هتروح داخل بكتب الكيو نود اللي هي كانت بكام؟ اللي هي 240 لتر. هتروح داخل هنا 240 لتر، هتخبط في الكيرف بتاع بامب 3 تقرا مين؟ تقرا الافشنسي، وتعمل نفس الكلام بالنسبه لبامب 4. يبقى انت لحد دلوقتي عندك اوبريتنج بوينت، عندك افشنسي، وبعدين احنا برضه حسبنا مين؟ الاوبريتنج اوت اللي هو عدد ساعات التشغيل. طيب اللي كان فاضل لي بعد كده عشان اخلص الجزئيه دي ان عايز احسب بقى طب الالكتريك باور. في اخر السكشن هو اللي هنتكلم على الكوست، نوصل بس لحد الالكتريك باور ونقف. لما تيجي بقى يا جماعه تحسب الووتر باور ومنها تحسب الالكتريك باور، ده المفروض انت خدته الكلام ده. بستعمل كيو ريكوايرد واتش ريكوايرد؟ لا خلاص، انت في اي مساله يا جماعه طول ما انت بتحل والمساله مجرد ما وصلت لحاجه اسمها اوبريتنج بوينت انسى بقى خالص ان انت كان عندك في يوم من الايام حاجه اسمها كيو ريكوايرد واتش ريكوايرد. دول كان نفسي فيهم، عرفت احققهم؟ ما عرفتش خالص يبقى انساهم خالص. انا عرفت احقق مين؟ عرفت احقق يا اما اوبريتنج بوينت 1 او اوبريتنج بوينت. فانا هستعمل دي هستعمل دي. فهتيجي لما اي احسن الووتر باور المفروض هتعمل الكلام ده مرتين، مره في الكام ثلاثه ومره ثانيه في الكام اربعه. طيب لما اجي احسب بالنسبه لكام ثلاثه احسبها ازاي؟ القانون بتاع الباور في المحاضره ممكن يكون بيحسب على طول الووتر هورس باور وبعدين بيحولها للكيلو وات، مش هتفرق، شوف انت ايه اللي اسهل. انا كان بيبقى اسهل ان انا احسب على طول بالكيلو وات. طيب الووتر باور يا جماعه بيتحسب ازاي؟ القانون بتاعه الجنرال اللي هو جاما في الكيو في الاتش. طيب لو انا الووتر باور عايزاه يطلع لي بالاس اي يونت اللي هو عايزاه يطلع لي بالوات، يبقى اعوض ان الجاما بكام؟ 9810. استعمل اني كيو؟ اروح استعمل الكيو اوبريتنج بتاع البامب 3 اللي هي بتبقى 0.24. استعمل اني اتش برضه بتاع الاوبريتنج بوينت 9-3 اللي هي بتبقى 50. هتطلع من هنا الووتر باور. الووتر باور هيطلع بعدين، ده كده هيطلع بالوات، لو انا عايزها بالكيلو وات يبقى اسمع على كام؟ هتقسم على 1000، فالووتر باور هنا هيطلع له 117 و7 جنيه كيلو وات. طب لحد هنا انا حسبت ووتر باور، عايز احوله بعد كده الالكتريك باور عشان ايفنشلي اعرف احسب مين؟ الكوست بتاع الكهرباء. طيب الالكتريك باور بيساوي ايه؟ كان عندك حاجه اسمها التوتال افشنسي اللي هي انت بتساوي الاوتبوت على الانبوت. احنا هنتكلم على اوفرول افشنسي، يعني مش هدخل بقى جوه الترومبا الموتور الافشنسي بتاعته ازاي والبامب الافشنسي بتاعته ازاي. اوفرول افشنسي فالاوتبوت الاخراني على الانبوت الاولاني. الاوتبوت الاخراني اللي هو مين؟ اللي هو المفروض الموتور باور على الانبوت الاولاني خالص اللي هو كان مين؟ اللي هو المفروض الالكتريك باور. طيب الموتور باور انا حسبته، يبقى انا على طول وانا عايز احسب الالكتريك باور اكني بعمل مين؟ الموتور باور بقسمها على التوتال افشنسي. الووتر باور اللي هي 117 من 7 2 هقسمها على الافشنسي، اي افشنسي بقى؟ برضه بتاع الكومبا 3 اللي انت لسه جايبها اللي هي 0.82. وهطلع من هنا الووتر باور دي هتطلع تقريبا برضه لا، عرفت احقق مين؟ الاوبريتنج
اوريدي بوينت. لا خلينا بس نتكلم على النقطه دي. النقطه دي معناها ايه؟ دي نقطه على الباور كيرف ونقطه على السيستم كيرف. يعني نقطه على السيستم كيرف يعني انا كان علشان امشي من خزان A لخزان B الدستورج ده اللي هو كان بيساوي 2.4، لو انا رحت حسبت الهيد ريكوايرد بتاعه كان هيطلع بكام؟ كان هيطلع 159 متر. تمام؟ بالصدفه هي برضو اللي هي تقاطع السيستم كيرف مع الباور كيرف، او مش بالصدفه، هي دي النقطه اللي طلعت لي بالراجع. فهي النقطه دي ده معناها ايه؟ كنت عشان امشي الكيو ده محتاج الهيد ده اللي هو فعلا الجروب هتديهولي عشان يديني نفس الباور يعني عشان يوصلي ميه. يعني فاكر احنا اول خطوه في المساله بنحسب ايه؟ بقول لك الكيو بتساوي كذا، بعرف احسب الريكوايرد بامبنج هيد. طيب لو الكيو بتساوي 0.24 وانت من اول المساله بتحسب خالص الريكوايرد بامبنج هيد هيطلع بكام؟ هيطلع ب 50. فدي نقطه على سيستم كيرف. هي مش صدفه، ما هي دي تقاطع الاثنين مع بعض، فهي محققه سيستم كيرف محققه البامب كيرف. البامب هتعرف تطلع لي الكيو ده مع الاتش ده. وفي نفس الوقت انا كان عشان امشي كيو اللي هي 0.24 من خزان ايه لخزان دي كنت محتاجه هيد 50 متر. فهي ده المقصود بالاوبريتنج بوينت. لحد هنا يا جماعه في حد عنده مشاكل؟ طيب اخر جزئيه في المساله بنطلب منك ترسم لونجيتيودنال بروفايل للكلام ده، وعايز تسكتش التوتال انرجي لاين، تعرفوا تعملوها؟ المفروض حاجه زي كده سهله جدا، عشان ارسم ده يا جماعه اللي كان مرسوم لي هنا ده كده بلان. تعرف تحاول تعمل لونجيتيودنال بروفايل؟ المفروض مفيش مشكله، هتقعد تشوف المناسيب بكام وعلى اساسها تبتدي ترسم. طب المنسوب هنا بكام؟ 128. المنسوب في الدليفري بتاعك اعلى ولا اوطى؟ اعلى. فخلاص انا هبتدي هنا ارسم سكشن تاك المنسوب فيه اللي هو 128.6، وبعدين بعدها بشويه هرسم الدليفري تاك اعلى طبعا اللي هي عند 142، او في المساله دي يعني كده 0.8. وبعدين لما تيجي بعد كده ترسم الماسوره اوصل كده الخط المستقيم على طول من الخزان ده للخزان ده، لا ابص على المناسيب اللي هو مديها. اول حاجه اول ما طلعت من الخزان بقى عندك ترومبو منسوب المنسوب هنا بكام؟ هو نفسه منسوب النقطة A، هو نفسه منسوب المية في الخزان. وبعدين منسوب النقطة C أعلى ولا أقل من إيه؟ أعلى 136 أكيد أعلى من 128، فنروح رسم حتة ماسورة كده طالعة على فوق لحد ما توصل للمنسوب 136.7. وبعدين تعالى على النقطة دي منسوب الجراوند ليفل عند النقطة دي عالي ولا وطي؟ وطي. يبقى أنت بعد ما كنت وصلت ل 136 هترجع تنزل فين لحد منسوب كام؟ لحد منسوب 130.4. وبعدين خلاص من اول هنا دي هي كده اللي هي النقطه دي، من اول لازم حتى اخر الماسوره توصل بستريت لاين. نعم؟ ده بلان. هو قالك ان المنسوب ده بلان، فتعرف تحاول تبلان الموجودين الاليفيشن؟ مفيش اي مشكله، هتبص بس على المنسوب وترسم الكلام ده. طيب الخطوه اللي بعد كده، لو انا عايزه يا جماعه اعمل سكتش للتوتال انرجي لاين، مش مهندس. عايز اعمل سكتش للتوتال انرجي لاين، اعمله ازاي؟ عادي جدا، أول حاجة هبتدي من أنهي منسوب. تمام؟ وبعدين هتمشي حبة في هنا ماسورة ولو صغيرة جدا، فلازم تبين أنت بعد ما ابتديت ما أخدتش الأنرجي بتاعت البامب على طول، لا أنت مشيت حبة فريكشن لوسز لحد ما وصلت لمين؟ لحد ما وصلت للدروب. أنت بتتكلم في قلة في اللوكال لوسز، لو كنت رجعت للمسألة هتلاقي إن هو قال لك في المسألة دي نجلكتنج كل اللوكال لوسز. فخلاص أنا أنت بتتكلم صح جدا لو كنت أنا باخد في اعتباري المايند لوسز أو اللوكال لوسز. فهو الباشمهندس بيقول لي لا كان المفروض هنا أنزل حتة قلت وبعد كده أمشي فريكشن. مظبوط لو أنا كنت كونسيدرنج اللوكال لوسز، بس أنا هنا بعملها فأنت على طول هتبتدي بالفريكشن. بعد ما وصلت للترومبا هيحصل إيه؟ المية هتاخد الإنرجي بتاعتها، فالتوتال إنرجي لاين لازم يطلع رأسي. والمسافة دي يا جماعة اللي هي بكام؟ اللي هي الإتش نوت أو الهاند بتاع الترومبا. لو أنا شغالة على بامب نمرة 3 فالمسافة دي أكنها هي اللي بتساوي 50 متر. وبعدين من اول بقى تربى لحد اخر نقطه هل يفرق معايا شكل الشايب لاين عامل ازاي؟ ما يفرقش في اي حاجه خالص. انت هتروح توصل من المسطره خط مستقيم من اول النقطه دي لحد مين؟ صح مش سكيل. المسطره لا بس مش سكيل اللي هو سكيل، بس لازم توصل لي خط مستقيم، ما ينفعش تكسر لي فوز الاقل جدا. لا مش بسكيل ده سكتش. طيب السؤال بقى هنا يا جماعه، هو انا لما اوصل للخزان عند مين كان المفروض برضه اوصل التوتال انرجي لاين اعلى شويه وبعدين انزل من هنا الاكسب لوس؟ على حسب برضه انا في المساله دي نجلكتنج كل اللوكال لوس، فانا هعمل ايه؟ لا انا المفروض التوتال انرجي لاين يقفل بالظبط مع منسوب الميه في الخزان. تمام؟ لو كنت انا واخده في اعتباري الاكسب لوس او واخده في اعتباري اللوكال لوس، فكان ساعتها لو ده كده شكل الميه في الخزان كان المفروض التوتال انرجي لاين يوصل
الهيدروليك ريتنج لاين بتيجي من فين؟ من نفس منظومه الميه المتخزنه، يعني ده كده هيبقى الهيدروليك ريتنج لاين، وده هنا النوبل انرجي لاين. طب يا جماعه بقى في المساله دي قلت لك سكتش الهيدروليك ريتنج لاين. طيب اللي هينزل يا جماعه بي سكوير بعد مين جي كده ويوضحها لي في كده المسافه بي سكوير بعد مين جي ده غلط. مش انت اصلا نجلكت الماين دي نصص؟ فانت قيمه اصلا البي سكوير على 2 جي دي اصلا مهمله، دي اصلا صغيره جدا. تمام؟ لو انت خلينا برضه نفكر كده بطريقه ثانيه، لو انت جيت من هنا ده كده منسوب الميه المتخزنه، انت قافل معاك نوت الانرجي لاين. تخيل انت عشان ترسم الهيدروليك ريتنج لاين دي نزلت لي من هنا بي سكوير على 2 جي، فده معناها ايه؟ ده معناها ان النقطتين دول الهيدروليك ريتنج لاين بتاعهم مختلف، يبقى كده الميه ماشيه بالعكس. او كده الميه مش مظبوطه. فلو انت نجلكت الماين لوسز وقافل التوتال انرجي لاين على سطح الميه يبقى فين الهيدروليك ريتنج لاين؟ هو نفس الخط، هو نفسه منطبق على التوتال انرجي لاين، هو الخط كده اكيد ده يا جماعه خطين منطبقين مع بعض والاثنين قافلين مع منسوب الميه في السكه. فده اللي هو الهيدروليك ريتنج لاين. طب اسالك سؤال تاني، المساله دي ليه وصلت الخط المستقيم ستريت لاين ما كسرتوش خالص من اول البامب لحد الاكزيت؟ اللوكلوس كتبان معايا ازاي؟ روكس او كسرات عند الاماكن اللي بيحصل فيها لوكلوس. لا هو في سبب تاني، هو الميل يا جماعه بتاع التوتال انرجي لاين مين اللي بيتحكم فيه؟ الفريكشن. تمام؟ طب الفريكشن هيتغير لو ايه اللي اتغير؟ الدايمتر بالظبط، الدايمتر بتاعه مظبوط. فبقى فانا ليه وصلت الخط المستقيم؟ عشان هي اصلا كونستنت دايمتر من اول الباب لحد الاكزيت. طيب لو انا يا جماعه كنت عاملاها فاليبل دايمتر، يعني لو انا اخدت دايمتر مثلا هنا كان نص متر ومن اول النقطه دي لحد الاخر كان مثلا 0.7 الميل هيبقى واحد؟ اكيد لا، لازم تبين لي ان الميل مكسور. طيب السؤال الثاني، عشان كل ده بيبقى عليه درجات، لو انا طالبه منك سكتش التوتال انرجي لاين مش طالبه؟ مش طالبه منك ان انت ترسمه تو سكيل، بس السكتش لازم يبقى مظبوط. طب انا حاجه زي كده ايه الحاجه اللي هبص عليها؟ السلوب هنا بالظبط، الحاجه اللي هبص عليها السلوب بتاع التوتال انرجي لاين في اول ريتش والسلوب بتاع التوتال انرجي لاين فين؟ في تاني ريتش. مين فيهم هيبقى ستيم اكتر؟ النص الاول الصغير اللي هو الجزء الاولانيه. لو ده يا جماعه الدايمتر الصغير، هو الدايمتر الصغير بيحصل عليه لوسز اكتر، يعني الريت او الاد لوسز اعلى ولا اقل من 0.7؟ اكيد اعلى. ده لو كانت المساله فاليو بالدايمتر كان هيبقى عندي مثلا لو دي كده النقطه هيبقى عندي من هنا ستيب سلوب وبعد كده سلوب ماله؟ بيريح. بس برضه خلوا بالكم ما حدش يسيب التوتال انرجي لاين طالع لفوق، لازم ده مايل لتحت، لازم ده مايل لتحت، الميه ماشيه من الانرجي العاليه للانرجي القليله، فلازم الاثنين يبقوا سلوبنج داونوردز، بس لازم الميل بتاع اول ريتش يبقى ستيبر عن الميل بتاع تاني ريتش. ده بس طبعا تستخلوا بالكم فيها لو انا طالبه منكم سكتش التوتال انرجي لاين. معلش احنا ليه قلنا الهيدروليك ريتنج لاين؟ عشان انا نجلكت الماين لوسز في المساله دي. نجلكت الماين لوسز، هو الهيدروليك ريتنج لاين الطبيعي ان انت بتعمل ايه؟ بتنزل بي سكوير على 2 جي من التوتال انرجي لاين، ما انا اصلا احملت بي سكوير على 2 جي. خلاص هما نجلكت عشان كده الاثنين انطبقوا على بعض. لحد هنا بسكتش التوتال انرجي لاين، حد عنده سؤال؟ بعد كده طالب هو حكى لي مديلك كده جدول
كلنا ده. مدي لك حاجه اسمها البريشر ريتنج، مره 4 بار 6 بار وهكذا، ومدي لك سعر كل واحده. بيقول لك مثلا ان لما كانت الماسوره بتستحمل بريشر 4 بار كان سعرها 90 جنيه لكل متر. لما كان الانترنال بريشر، لما كان البريشر ريتنج بتاعها 8 بار كانت بتستحمل، كان الكوست بتاعها 180 جنيه لكل متر. فده اللي بيفرق معايا. يبقى انا مهم ان انا احدد البريشر جوه الماسوره كام عشان اشتري الماسوره المناسبه. طيب السؤال الثاني، البريشر يا جماعه هل هو ثابت على كل الماسوره ولا الطبيعي ان هو بيقل مع المسافه؟ يعني خلينا ناخد كيس عادي، خلينا ناخد كيس الماسوره طالعه ستريت من اول اي حد بي. البريشر يا جماعه عمال يقل مع المسافه ولا ثابت؟ عمال يقل. هو فين اصلا قيمه البريشر؟ يعني فين البريشر عند اي نقطه يا جماعه؟ البريشر عند اي نقطه هو المسافه الراسيه ما بين الهيدروليك ريدنت لاين والسنتر لاين بتاع الماسوره. يعني لو انا مثلا بتكلم على البريشر عند النقطه دي كان اسمها ايه؟ سي، ودي كانت دي. البريشر عند النقطه سي هو عباره عن ايه؟ هو المسافه الراسيه من اول السنتر لاين بتاع الماسوره لحد ما اوصل للهيدروليك ريدنت لاين. فدي كده اللي هي مين؟ دي كده اللي هي بي على جار. طب البريشر عند النقطه دي اللي هو بيساوي كام؟ هو نفس الكلام، المسافه الرئيسيه من اول السنتر لاين بتاع الماسوره لحد ما توصل للهيدروليك جريدنت لاين. طب فين البريشر عند النقطه ايه؟ هو نفس الكلام، هو من اول السنتر لاين بتاع الماسوره لحد الهيدروليك جريدنت لاين، لكن دي كده البي على جنب. طب هل من المنطقي ان انا اروح اشتري المواسير كلها، مثلا 12 كيلو مواسير، هل من المنطقي ان انا اروح اشتري كل المواسير استحمل اقصى بريشر هيحصل عند اول نقطه؟ اكيد لا، يبقى انا كده مش بوفر حاجه خالص. فاول مسألة قال لك ايه؟ طب خلاص قسمها لي ريتشز. عندك اول ريتش من هاي لحد سي، هجيب دول نفس نوع الماسوره بيستحمل نفس البريشر. فانت كل اللي عليك بالظبط تشوف طب ايه اقصى بريشر المواسير من اول هاي لحد سي بتتعرض له، وهو ده اللي هتحسب عليه. وبعدين تاخد تاني ريتش اللي هي من اول سي لحد دي، شوف برضه فين اقصى بريشر حاصل المواسير من اول سي لحد دي، وده اللي تشتري عليه. وبعدين اخر ريتش خالص اللي هي من دي لحد بي برضه، شوف اقصى بريشر حاصل عندها بكام، وده اللي هتحسب عليه. فهمت الفكره؟ طيب السؤال بقى التاني، طب انا لما اروح اشتري الماسوره، يعني مثلا خلاص عرفت من A لحد C حاصل عندها بي على رقم 50، اروح اشتري ماسوره تستحمل بالظبط 50 متر؟ اكيد لا، لازم دايما بناخد في اعتبارنا فاكتور اوف سيفتي. هو بقى قال لك هنا، قال لك ان المينيمم بريشر ريتنج هو ده بقى كده فاكتور اوف سيفتي، مره ونص الماكسيمم بريشر اللي حاصل في الماسوره. فانت هتروح تشوف الماسوره بتاعتك ايه اقصى بريشر حاصل فيها، طلع مثلا 10 متر، طلع 50 متر، تضربه في مره ونص عشان كده تعمل ايه؟ كانك بتاخد في اعتبارك الفاكتور اوف سيفتي. فهمت احنا هنعمل ايه؟ طيب هنيجي نمسكها ريتش ريتش. فلما اجي مثلا اتكلم على اول ريتش اللي هي من اول A لحد C، بص كده على الرسمه، اقصى بريشر حاصل عند النقطه A ولا حاصل عند النقطه C ولا حاصل عند حاجه في النص انا ما اعرفهاش؟ هو اكيد باي ديفولت هيحصل عرض النقطة A. طب تعرف تحسب البريشر عند النقطة A بكام؟ هو هيطلع لنا 50، بس خلينا ناخد قاعدة جنرال. لو أنا عايز أحسب البريشر عند النقطة C، بلاش A، أنا عايز أحسب البريشر عند C، هحسبه إزاي؟ هتطبق برنارد إيكويشن، تمام؟ خلينا بس ناخدها واحدة واحدة. لو أنا بتكلم من A لحد C، أقصى بريشر هيحصل فين؟ أقصى بي على جاما حاصلة عند A، فأنا عايزة أجيب البي على جاما اللي حاصلة عند مين؟ A. عشان تجيب البي على جاما فأنت محتاج تجيب انرجي عند النقطه A. فهتيجي تقول طب التوتال انرجي بجيبها ازاي؟ ابلاي بالنولز ايكويشن. فهتيجي تقول طب انا هابلاي بالنولز ايكويشن ما بين نقطه عند الخزان ونقطه بعد الجنوب على طول. طب نقطه عند الخزان التوتال انرجي عندها 128.6 زائد عندي بي سكوير على بي جي؟ لا. عندي بي على جاما؟ لا. طيب بعد كده حصل لي عديت على كروم، لازم ازود معايا الهد بتاع كروم اللي هو كان بكام في المساله دي؟ اللي هو كان ب 50، انا شغال على رقم هزود معايا 50، الكلام ده هيساوي التوتال انرجي عند النقطة A، تمام؟ بعد ما تجيب التوتال انرجي عند النقطة A ارجع بقى فكها، طب هي التوتال انرجي عند النقطة A بتساوي إيه؟ بتساوي خدها بالترتيب، زد A زائد البي على جاما عند النقطة A زائد البي سكوير على 2 جي. كده كده في المسألة أنا بهم إن البي سكوير على 2 جي، بس عايز تحسبها احسبها، هي حساباتها سهلة أوي، البي اللي هي كيو على A. كده كده انا بعد ما تحسبها ده هيطلع رقم صغير قوي، هيطلع تقريبا 0.05، هيطلع حاجه زي كده، فهيطلع كده كده رقم صغير قوي، فكده كده حتى في الاجنبي مش هتفرق معاك حساباتك. طيب زد ايه هتاخدها بكام؟ طيب بص على الرسمه، هو
في المساله دي لو خدتها منه 28 مش هحسبها له غلط، بس الصح بتاعي يبقى كام؟ هو يا جماعه الماسوره اللي هي الماسوره بتاعت الانتاج دي هل هي منصوبها بالظبط عند الموتور سيرفيس؟ لا هي تحتيه بشويه. فانت عايز تهمل المسافه دي خلاص اهملها مفيش مشكله. حد تاني يقول لك لا انا هفترض مثلا ان المسافه دي بتساوي كام؟ بتساوي 2 متر. حد تاني يقول لك هفترض المسافه دي بتساوي 3 متر. حد تاني يقول لك لا انا اول نجلكت اصلا. انا لما جيت احسب انا نجلكت المسافه دي. فانا جيت قلت خلاص زائد الايه احطها هي برضه اللي هي 28.6 طلعت البي على الرقم عند النقطه ايه هي بتساوي كام؟ 50 متر. يبقى لما اجي احسب البريشر ريتنج هحسبه ازاي؟ هتيجي تقول هي 50 مضروبه في مره ونص عشان اخد في اعتباري الفاكتور اوف سيفتي. وبعدين هو في المساله عايز البريشر ريتنج بالبار عشان احول ده كده واحدتها بالايه؟ بالمتر عشان احولها للبار هعمل ايه؟ هقسم على 10 من 3 3 ده تقريبا هيطلع لك 7 خدنا بنقول لي فين بالظبط؟ خدناها بعد الكومبو ولا النقطة دي والنقطة دي؟ ما
بتطلع مين؟ بتطلع التوتال انرجي عند النقطه سي. هديكم بس ارقام. التوتال انرجي عند النقطه سي هيطلع 173.07. تيجي بعد كده تقول يبقى التوتال انرجي ده بيساوي مين؟ بيساوي زائد عند السي اللي هو 136.7 زائد البي على جاما عند السي زائد مين؟ بي سكوير بعد الكينج اللي انت اصلا عملتها. لحد هنا حد عنده مشاكل؟ تمام؟ طيب هتحسب عند دي بنفس الطريقه. اسالك بقى على حاجه، النقطه دي عشان احسب البي على جاما عندها قدامي حاجه من الاثنين، يا اما ابلاي بنوليز ايكويشن ما بين نقطه الخزان ونقطه عند دي، وساعتها كان لازم طبعا اخد الهيد بتاع الفانك معايا في ال معايا، او ان انا اطبق ما بين دي وما بين بي، صح؟ الاثنين صح؟ طب انا اعرف اطبق بالنوليز ايكويشن ما بين اي نقطتين طالما ان انا اعرف احسب الهيد نص اللي حاصل ما بينهم. طيب لما اجي اطبق ما بين دي وما بين بي هتقول ايه؟ هتيجي تقول التوتال انرجي عند النقطه دي اخد معايا الهيد بتاع الفانك؟ لا طبعا. بالظبط كده. ايوه ده اللي انا عايز اوصله، ان انا هنا وانا ماشيه من دي لحد البي، الميه وهي ماشيه عدت على بمب ما عدتش، فما ينفعش اخد معايا الهيد بتاعها. فعلى طول اقول ده هيساوي التوتال انرجي عند النقطه دي زائد الهيد لوسز اللي حصلت من دي لحد البي. فبس هي دي النقطه اللي انا عايزه اقولها لكم، ان انت بتطبق النولج ايكويشن ما بين نقطتين. عديت على الكرنك في النص، الميه وهي ماشيه بين النقطتين، يبقى طبعا لازم ياخد الهيد بتاع البمب معايا في الاعتبار، في الاخر شغال مراسيم. 128 زائد ناقص حبة اللوسس دول زائد الهيد بتاع البامب ناقص حبة اللوسس دول عشان اوصل لمنسوب النقطة دي. أو بالعكس عايز أوصل لمنسوب النقطة دي فبقول هي منسوب ده زائد حبة اللوسس دول عشان أوصل لمنسوب ده. عديت هنا على ترومبا؟ لا. فتخلي بالك أول ما يبقى أبلاي بالنولج إيكويشن في النص ترومبا ولا ما فيش النص ترومبا. لو أنا عديت على بامب فلازم أحط الهيد بتاعها على اللف هاند سايد الناحية اللي أنا بادية منها. لو انا ما عنديش ترومبا خلاص انا بس بحط النص دايما على الرايت هاند سايد الناحيه اللي انا رايحه. فهمتوها دي يا جماعه؟ خلاص خلاص كده. حد عايز حاجه؟ لا انا بتكلم على ده لسه في المساله دي بقى. المساله حد عنده فيها سؤال؟ بالظبط هتحسب زي هنا. انا مثلا طلعت من البريشر بتاعي من 2 5 بارز يبقى من A ل C هجيب ماسوره بتسحب من 8 بارز. هنا مثلا البريشر هيطلع لك بص في على جامعه هتطلع لي الانسر على طول. في على جامعه عند C هيطلع 38.3 متر، والبي على جامعه عند النقطه دي هيطلع 27.7 متر. طب انت لو هتحاكي معاك النقطه سي هتروح بقى تاخد الرقم ده تحوله لكام؟ البارز. هتيجي تقول يبقى المينيمم بريشر ريتنج بيساوي ايه؟ 1.5 38 مقسومه على 10.3 كيلو. فده مثلا هيطلع 5.56 بارز. يبقى لما اي اخطار سواء المصفوفه بتستحمل 6 يبقى انا كده وفرت شويه. هي انا جبت المصفوفه بتستحمل 8 هي جبت المصفوفه بتستحمل 6. لما تيجي تحسب بقى اخر جيت تستعمل اي بريشر اكيد البي على جامعة عند دي اكيد ده هيطلع دايما اكبر من ده. حاجه بس نسيت اقولها عليهم، لما تيجي تحسب هنا دي كده مش مظبوطه قوي. احنا قلنا ايه؟ التوتال انرجي اللي هي 373 قلنا ايه؟ بتساوي مجموعه ثلاث حاجات، الزد زائد البي على جامعة زائد البي سكوير على مين جي. طيب هل من المنطقي ان انا لما اجي اخد الزاد اخد الجراوند ليفل؟ هو انت عمرك شفت ماسوره ميه مرميه كده على الارض ولا لما الماسوره بتبقى مدفونه تحت الارض؟ لما الماسوره مدفونه تحت الارض هو المساله دي ما قالش بس فاينل اكزام لازم هيقول لك لازم يقول لك تاخد الكفر فوق الماسوره بقد ايه؟ يعني الماسوره دي يا جماعه تبقى دايما مدفونه تحت الارض. الكفر هو المسافه من الستاند لاين بتاع الماسوره لحد الارض. فلو منسوب الارض هنا يا جماعه هو 163.7 يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ لما اجي اجيب منسوب الزاد بتاع المشروع اقول له 136.7 ناقص 2 متر. انا اعتبرت هنا ان الكفر بيساوي 2 متر. دايما يا جماعه حتى في الحقيقه لما بتيجي تصمم المواسير لازم تاخد امان من الكفر او من 1.20 متر لمترين. ده مينيمم كفر. ليه بقى الكلام ده؟ لو انت حاطط الماسوره قريبه جدا من الارض هتلاقي ان البريشر اللي عليها او الستريس اللي عليها جاي عالي جدا. فساعتها محتاج تعمل حاجه اسمها كونكريت انكيسمنت. يعني ايه؟ يعني تختار الماسوره هي ماشيه كل حاجه بس تختار تعملها زي بوكس كونكريت كده علشان يحميها من البريشر
دي بتبقى مهمه جدا. عشان كده لا عشان احافظ بقى عشان ما اضطرش اعمل كومبليت ان كيس تيجي بقى سعرها غالي، فبعمل ايه؟ احاول احافظ بالظبط على ان يبقى المينيمم كفر فوق الماسوره بيساوي كام؟ بيساوي على الاقل 2 متر 20 متر. بس كمان لو عملت بقى كومبليت مع النقطه اللي هي بتفتح نص الشركه يعني ماشي. لو انت من سي دي بس برضه هنحاول لك على حاجه ثانيه، لو انت في الامتحان ما تنفعش تطبق النولج ايكويشن من سي دي بالظبط، عشان لو سي غلط ما تسمعش معاك دي، لو سي غلط تنقص بس على سي، بس لما تيجي دي خلاص ما هو كده كده كتعب او كمجهود هي هي اف ال على دي بي سكواد على دي جي، هتفرق بس معاك مين في الاقل. لو بتطبق ما بين سي ودي هتاخد الاقل دي، لو بتطبق ما بين اي ودي هتاخد الاقل الكبيره، فكمجهود حسابات هي هي. فعشان كده في الامتحان لا ما تنصحكش تطبق ما بين سي ودي. معاك حق ان هي حاله ان هي لو طبق بين سي ودي الكفر من هنا هيشيل الكفر من هنا، بس خلينا نتكلم على الصح ايه اللي هيحصل. لا كان المفروض ان انا جايب الجراوند ليفل المفروض انزل مني الكفر بتاعه مش اللي هو من 120 في الامتحان غالبا هيحدد لنا الكام عشان ما يجيش كل واحد حالي برقم مختلف ومضطر يدي كله جراوند ليفل. يعني الحسابات معموله على اساس ان يعني الارقام اللي انا مديها لك دي احسن انا اخدها منك. هو دي بما هو مش هيحصل دي بما سوق الشارع اصلا؟ دي بما سوق الشارع مش هيحصل. ما هو ده قال لك صراحه ده جراوند ليفل. جراوند ليفل يعني منسوب ارض. مش منسوب المصروف اصلا. لا لا لا. التاني هقول لك مثلا البايب سنتر لاين او البايب ليفل هقول لك حاجه زي كده. لما اقول لك جراوند ليفل ده منسوب الارض فلازم انزل من الكوست
سيت اوت. ففي دايمتر اوبتيمم في النص، في كده في رينج كده معين هنا، في دايمتر اوبتيمم في النص، ده اللي بيجيب لي احسن كوست او اقل كوست ممكن اوصله. فده اللي بتقول لك من بالك، الدايمتر ده اللي بيخلينا بالسرعه جوه الماسوره يتراوح من 1 ل 1.5 متر بير سكند. فهي دي 1.5 متر بير سكند جت من هنا. هم قعدوا يجمعوا كل الكوست ويجربوا على كذا ماسوره، لقوا ان تقريبا ده الرينج اللي بيحقق لك احسن مين؟ احسن كوست. فعشان كده لما كنا نيجي نعمل ديزاين كنا اول حاجه بنعملها ان احنا نفرض كنا نفرض السرعه من 1 ل 1.5 اكوردنج للنقاط الدعم. في بعد كده ماينر كوست، في حاجه اسمها كوست اوف الفيتنجز. يعني ايه كوست اوف الفيتنجز؟ انت لما بتشتري المواسير، انت ما بتشتريش المواسير وخلاص، انت بتركب عليها محابس وبتركب عليها شويه حاجات ثانيه كده، ايه بارز ومش عارف ايه والكلام ده كله. فانت ده برضه حاجه تشتريها في اول المشروع. يبقى الكوست اوف الفيتنجز يا جماعه دي كابيتال ولا عادي؟ ده هيبقى كابيتال. بعد كده الاوبريشنال مينتنس اوف البايب لاين. يعني ايه اوبريشنال مينتنس اوف البايب لاين؟ اللي هي الصيانه بتاعت المواسير. مش انت كل يومين تلاقي مثلا شارع محفور وصلاح فيه مواسير؟ ليه؟ الماسوره اتكسرت، الماسوره اتسدت، الماسوره اي حاجه. فده اكيد بفلوس، انت عشان تمسك الشارع ده كده بفلوس. يبقى الاوبريشنال مينتنس بتاع البايب لاين ده برضه ايه؟ ليه تمن. طب السؤال ده يا جماعه لما بتحسبه، هو في المساله مش هيقول لك، بس انت لما بتحسبه ده حاجه طالعه كابيتال ولا اقل؟ ده لازم طالعه حاجه بالظبط طالعه اقل، لان الاوبريشنال ميتنس ده حاجه بتحصل مره كل سنه او بتحصل كل سنه من متكرره. فهو بس قال لي لك الاوبريشنال ميتنس 1% من الكوست بتاع الدور بتاع المواسير. فخلاص يبقى انا كل سنه بدفع 1% من الكوست بتاع المواسير. اخر حاجه برضه اوبريشنال ميتنس بتاع البامب اند موتور. هو البامب والموتور دول شغالين على طول ولا بيحتاجوا صيانه؟ بيحتاجوا صيانه. انت لو عندك عربيه، العربيه مش شغاله زي الفل، بس انت كل سنه لازم توديها التوكيل تعمل لها ايه؟ تعمل لها الصيانه بتاعتها. فهي نفس الحكايه، الترومبه يا جماعه ما بتشتغلش على طول، الترومبه برضه بتحتاج كل سنه حتى لو ما باظتش ان هي تعمل لها صيانه. الصيانه دي برضه بتدفع انيوال ولا كابيتال؟ فدي برضه بتدفع انيوال. طيب لحد كده دي غالبا كل الكوست. في المسائل ساعات بيكبر على الدور او ساعات ما بيجيبش سيرتهم خالص، فاحنا وي ويل نجلكت كل الكوست ده. بس اول 3 دول اللي هو ما ينفعش في اي مساله يهمني. طيب الحاجه اللي بعد كده، طب انا عايزه احسب التوتال كوست بتاع البامبنج سيستم. بمعنى انا خلاص صممت مشروع هيجيلي الميه من ايه لحد دي، عايز اعرف بقى طب الناس اللي ساكنين في المدينه دي احاسبهم على الميه بكام؟ عشان كده عايز احسب توتال كوست، عايز اشوف طب انا اتكلفت قد ايه كله عشان انقل الميه، واشوف انا نقلت فوليوم الميه قد ايه عشان اعرف احسب تكلفه البيت المكعب اللي هحاسب عليه الناس. فهتيجي تقول طيب دول محسوبين كابيتال كوست، وعدد السنين اللي بتعيشها الترومبه غير عدد السنين اللي البايب لاين بيعيشها. الترومبه مثلا بتعيش معاك 5 6 سنين، الماسوره بتعيش معاك 30 سنه. طب انا ازاي هجمع حاجه هتعيش معايا 30 سنه مع سعر حاجه هتعيش معايا 5 سنين؟ فالاثنين دول عشان هما الاثنين كابيتال، وكمان عدد السنين اللي دي بتعيش الاثنين. غير ان اصلا الرانينج كوست محسوبه قليل، محسوبه في السنه. طب انا ازاي هجمع الثلاثه على بعض؟ فكان لازم احول كله لحاجه في نفس الوحدات. طب ازاي احول كل حاجه لنفس الوحدات؟ فبتلاقي ان انت كله بتظبط، تحول كله لاقل الكوست. يعني الكيرف ده مرسوم كله قليل؟ لا، الكيرف ده مش مرسوم على اي حاجه، الكيرف ده ازاي ده بيتغير مع الكوست. ماشي، هو قليل ولا هو ايه؟ هو مش اي حاجه، هو بس الفكره مش عارفه ليش. بس في المساله هقول لك الكيرف ده مرسوم ازاي. طيب حاجه بقى ثانيه، انت يا جماعه لما بتيجي تحول من كابيتال كوست بتيجي تحوله لانيوال كوست، ينفع اقسم على عدد السنين على طول؟ يعني مثلا انت رحت دلوقتي اشتريت حاجه ثمنها 1000 جنيه، بتشتريها بالقسط على 5 اقساط، ينفع اقول يبقى القسط 200 جنيه اللي هو 1000 على 5؟ اكيد لا. لا ليه؟ علشان في حاجه اسمها الانترست ريت بتاعت البنك، في حاجه اسمها انفليشن ريت اللي هي بتاعت التضخم، فلازم دول اخدهم ايه؟ معايا في الاعتبار. فعلشان كده ما كانش ينفع ان انا اجي اقسم مثلا ال 1000 على 5 او عدد الاقساط او عدد السنين، عشان كده بضرب في حاجه اسمها الريكفري فاكتور. الريكفري فاكتور ده بياخد في اعتباره حاجتين، عدد السنين اللي انا الحاجه دي هتعيشها مثلا المشروع هتعيش 30 سنه، فاكنك قسمت على 30، بس اخد كمان في اعتباره مين؟ الانترست ريت او الانفليشن ريت. فالريكفري فاكتور ده بيساوي 1 + i كلها ذا باور اوف n، n ده نمبر اوف يوز اللي الحاجه هتعيشها مضروبه في i انترست ريت على 1 + i ذا باور اوف n ناقص 1. فانت في الاخر هتعمل ايه؟ عايز تحسب الانيوال ايكوفلنت او عايز يعني تحسب القسط السنوي هيبقى بكام؟ هتضرب الريكفري فاكتور في مين؟ في الكابيتال كوست. حد عنده سؤال؟ حلو، استنى. دول الانيوال ايكوفلنت.
ثمن الماسوره وثمن الجروبات والرننج كوست وكل حاجه. انا لسه ما حسبتش تكلفه المتر المكعب دلوقتي، هحسبها ازاي؟ المتر المكعب، تكلفه نقل المتر المكعب ميه، هحسبها ازاي؟ انت جبت السيستم ده مكلفك ايه في السنه؟ طب تكلفه المتر المكعب ميه هحسبها ازاي؟ هقسمها على الجيوله، هقسمها على الفوليوم، فوليوم مش كيلو. هتقول هتروح تشوف ايه؟ هتروح تحسب تبعها في السنه نقلت فوليوم قد ايه؟ هتقول مثلا ده بالمتر المكعب بير يير، وانت كنت حاسب الكوست قال لي ايه بير يير. اقسم الرقمين دول على بعض هيطلع لك حاجه وحدتها ايه؟ قال لي ايه لكل متر مكعب. يعني لما تقسم التوتال كوست على التوتال فوليوم اللي انت نقلته في السنه يبقى هيطلع لك كده ايه؟ سعر المتر المكعب. طيب المساله بقى بتقول ايه؟ مساله من
طبعا بيو في الاكشن بس يا باشمهندس انت مقضيها ضحك فاديني هو ده اللي كده محدش عارف اسمع عن بتاع المزايا اللي فاتت اقعد اتكلم بس طبعا بيو في الاكشن وبعدين تشوف بقى وحدتك عايز تمشيها ازاي لو انت من الاول بتحسب بودر وركس باور فهتقول جاما بيو في الاكشن على 75 مع الحد الجاما ب 1000 انا بحب احسب بالطريقه دي انا بظبط من الثانيه فهتقول يا جاما في الكيو في الاكشن هتحط الجاما بكام؟ 9110 في الدستشارج اللي عندك اللي هو جاي 0.28 في الهيد هنعتبر ان ده الهيد ليفل اللي هو هيبقى 65.9 لحد هنا يا جماعه لو انت بتاعت البتاع دي طلع بكام؟ وات طلع بالوات هقسمها على 1000 عشان احولها للكيلو وات انت من هنا حسبت ووتر باور ده طلع تقريبا 181 كيلو وات عشان احسب الكتريك باور هقسم الكلام ده على كام؟ على الافشنسي فهتيجي تقول 181 تقسمها على الافشنسي عشان دي لك المساله هو مدي لك ان الافشنسي 0.75 اي مساله عاديه انت بتطلع الافشنسي طيب تقسم على الافشنسي فالالكتريك باور هيطلع 241.35 كيلو وات لحد هنا الكلام ده مش جديد عليا لحد هنا حد عنده مشكله؟ طيب عايز احسب بقى الرننج كوست يعني عايز احول الكيلو وات ده عايز احوله لفلوس احول الفلوس ازاي؟ هو مديلك في المسألة تبقى فين؟ إن الـ cost of 1 كيلوات أور بيساوي 20 قرش، يعني إيه بقى الـ cost of 1 كيلوات أور؟ لازم تبقى فاهمينها كويس أوي. يعني لو أنت عندك جهاز ترمبة أو غيره، القدرة بتاعتها الـ power بتاعتها 1 كيلوات، فضلت مشغلاها من ساعة هتحاسبني على كام؟ على 20 قرش. تمام؟ طيب، هو أنا الترمبة اللي عندي دي الـ power بتاعها 1 كيلوات؟ لا الباور بتاعها 241 كيلو وات ما تقليل كنت خلاص 241 كيلو وات اللي هي 0.35 تمام لو فضلت مشغلاها لمده ساعه هيبقى انا كده هكلف كام؟ هتضربها في 0.2 يبقى لحد هنا لو انا لحد الستاب دي يبقى انا لحد هنا الرقم اللي طالع لي ده ده عباره عن ساعه ده كوست بير اور لحد هنا كله فاهمها؟ أنا دلوقتي لو أنا بستعمل جهاز القدرة بتاعته 1 كيلو وات هتكلف 20 قرش في الساعة، فضلت شغال لمدة ساعة كاملة. طيب أنا الترمبة بتاعتي القدرة بتاعتها أو الباور بتاعتها 241 كيلو وات. لو فضلت مشغلاها لمدة ساعة هتكلف كام؟ هضربها في 20 قرش يبقى ده كده الكوست أوف 1 أور. طيب اليوم أنا بشتغل كام ساعة؟ 16 بشتغل 16 ساعة، يبقى هاجي أضرب في كام؟ 16 ساعة، السكشن اللي فات قال لي هضرب في 24، محدش يضرب في 24، عمري ما بشغل يا جماعة أي كوكب في الدنيا 24 ساعة متواصلة ولا تتحل. طيب لما أضرب في 16 يبقى لحد الستات دي أنا كده حاسبة إيه؟ ده كده الكوست بير داي، يبقى ده كده تكلفة يومية. طيب ده كده تكلفة يومية، أنا في الآخر عايزة أطلع حاجة أنا بالظبط أنا عايزة أحسبها في السنة، يبقى أضرب الرقم ده بكام؟ 350 أضرب الرقم ده 365 عشان يبقى ده كده ايه؟ يبقى ده كده الكوست بير فعرفت ازاي احول لو انا انت عندك حاجه بالكيلو وات ازاي تطلع الفيديو الكوست بتاعها وتضرب الاول في تكلفه الكيلو وات اور او اللي هي كيلو وات ساعه وده فعلا ممكن تحسب عليه في البيت يعني انت لما قريت الاعداد لما الكهربائي بيجي ياخدها هو فعلا بيروح يقرا انت استهلكت كام كيلو وات ساعه في الشهر ده عشان يحسب يطرح القرايتين من بعض طيب لحد كده في مشكله؟ انت كده حسبت مين؟ انت كده حسبت الالكتريك باور. تعالوا نحسب الحاجات الميجر اللي في الاول، تعالوا نحسب الكوست الباير كوست والباور الموتور. طيب. تكلفة المواسير يا جماعة وهنا في المسألة قايل لك ايه؟ قايل لك تكلفة المواسير 1.8 في الدايمتر. بسألك لما تيجي تعوض عن الدايمتر في المعادلة دي عوض عنه بكام؟ بالمليمتر. طيب انت هتيجي تقول يبقى الباي كوست هو عباره عن 1.8 في الدعم اللي احنا مستعملينه بكام؟ اللي هو 500 لحد كده يا جماعه ده الكوست بتاع ايه؟ المتر ده كوست المتر الطولي بالظبط فده الكوست بير متر من المواسير يعني المتر الطولي هيكلفني الرقم ده طيب هو انا عندي كام متر من المواسير؟ 12500 ولازم بعد كده اجي اضرب ده في كام؟ في 12500 طيب الكوست بتاع المواسير هيطلع ده يبقى على كام سنة؟ هو قال لك ان
الكلام ده، هو ده ليه كوست بتاع مين؟ البامب. هتيجي تقول الكوست بتاعه كام؟ هو بيقول لك ان هو بيساوي كام؟ قال لك ان هو بيساوي حاجه اسمها 6000 بي. فقال لك البي دي تعرفها، يعني انت تقرا المساله، ده مش قانون، انت تقرا المساله تشوفها في الامتحان مديلك ايه. بيقول لك ان البي دي از الموتور باور ان كيلو وات. طب انا في المساله دي ما عنديش افشنسي اطلع الموتور باور لوحده كام. فاكرين يا جماعه في سكشن اتفقنا ان انت الترومبه دي عباره عن ايه؟ عباره عن جزئيتين، عباره عن موتور وعباره عن الترومبه نفسها اللي هي جزئيه الريش. الباور نفسها بتدخل لها الكتريك باور، بتطلع لها ميكانيكال باور او اللي هي الموتور باور. الموتور باور بيحول لك اللي هو الميكانيكال باور بيحوله لك لووتر باور. فالمفروض الموتور باور دي كان المفروض استعمل مين؟ اللي هي الميكانيكال باور. طب بس بما ان المساله دي ما ادانيش اي حاجه كنت استعمل الكتريك باور، فهو هنا اعتبر ان الميكانيكال باور او الموتور باور هي نفسها الكتريك باور. فهتيجي تقول طب يبقى الكوست بتاع الباور هيبقى عباره عن 6000 في البي. قال لك البي في البي هتضربها بكام؟ ب241 بوينت 3.5. يبقى ده كده التكلفه بتاعت الترومبو، ده هيدفع مليون 448. ده قال لي في كام سنه؟ ده على 10 سنين، هو قال لك ان الترومبه هتقعد معاك 10 سنين. طيب اخر بقى حاجه فاضل الماينر كوست. يبقى اي مساله ما جابلكش سيره الماينر كوست ما تحسبوش ولا تفرضه ولا اي حاجه. مسألة مسألة دول الثلاث حاجات البيزك اللي لازم تحسبهم، الكوست بتاع البايب والكوست بتاع الدار والكوست بتاع الرامي كوست. طيب هتيجي بعد كده. طب شو من هنا فاتن؟ انا لسه ما دي ماين. ما لسه بقول لك هو مديالك المسألة دي مديالك، فأي مسألة ثانية ما جابلكش سيرة الفيكتورز ولا جابلك سيرة الحاجات الماين ولا تحسبها ولا تفرضها أصلا. بس الثلاث حاجات اللي غصب عنك لازم تبقى موجودين في أي مسألة اللي هم مين؟ البايب والباب والرامي كوست. نيجي بقى بعد كده، هو مديلك ثلاث حاجات اللي هم الماينر، مديلك الكوست بتاع الفيتكس، قال لك ده بكام؟ قال لك ان الكوست بتاع الفيتكس كام يا جماعه؟ قال لك ان الكوست بتاع الفيتكس 15% من الكابيتال كوست بتاع المواسير، يعني 15% من 11 250,000. فده كده هيطلع مليون 687,500. ده يا جماعه كابيتال ولا انيوال؟ ده كابيتال، وده هيبقى اقل بيه على نفس عمر المواسير اللي هو على 15 سنه. طيب بعد كده قال لك الاوبريشنال مينتنس بتاع الترومب. قال لك الاوبريشنال مينتنس بتاع الترومب بيساوي كام؟ 5% من الكابيتال كوست، من غير ما يقول لك الكابيتال كوست بتاع مين؟ اكيد بتاع الترومب. فهتيجي تقول هو 0.05 من الكابيتال كوست بتاع الترومب اللي هو هيطلع مليون 467 مش عارفه زيرو. تمام؟ واخر حاجة عندك ده هتطلع ال اي، الرقم اللي هيطلع لك هنا هيبقى ال اي بير يير. واخر حاجة الاوبريشنال مينتنس بتاع المواسير هو قال لك ان هو بيساوي كام؟ 1% اللي هي 0.01 من الكابيتال كوست بتاع المواسير اللي هو 11 مليون. وايه الرقم اللي فوق ده؟ هو الرقم ده مش هقدر اطلعه من البامب ده. مش هقدر اطلع الشمال يعني بص ده قرب من سنه لسنه من الرقم بيتغير فقط طبعا نفس الرقم. ده هو ده؟ ده هو ده. بص بقى رقم صغير قوي مش هقول لك الفرق فيه. زمان لما كنا نرسم الباور كنا بنحسبها بالبوكس باور وبعدين نضربها ب 746 عشان نحولها للكيلو وات. تمام؟ وبعدين جه الدكتور اللي درس البامبس السنه اللي فاتت واللي قبليها قال لك لا، طب انا ليه الف حوالين نفس اللفه دي؟ انا هحسب الباور على طول جوه في الكيو في الاتش واقسمها على الف، ايه خلاص طالعه لي جاهزه بالكيلو وات. فهي بتفرق، هي بتفرق فروقات صغيره قوي اللي هو الفرق بين الرقم ده والرقم ده. فانا هو لو وصل الموضوع الانسب كنت في سنه مسكين حل على ده والسنه اللي بعدها ظبطت نص الموضوع الانسب على الكلام ده، فهي مش هتفرق للدرجه. اوكي؟ 15% الكوست اوف الفيتنجز هو قال لك ان 15% من الكابيتال كوست. صح؟ ايه بوينت 15 ده قال لي بير يير، ده قال لي بير يير. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده عايز اجمع عشان اجمع يا جماعه هعمل ايه؟ قبل ما اجمع لازم احول كل حاجه لاي اكوفلنت. فانت عندك كل الارقام جاهزه اي اكوفلنت ما عدا الكوست بتاع المواسير والكوست بتاع الترومب. فهتيجي تقول طب خلاص الكوست بتاع المواسير هتحسب الريكفري فاكتور بتاع البايبس.
ده بيساوي مين؟ 1 زائد اي، اي في 1 زائد اي في 5 اي، يبقى 0.1 في 1.1 في ذا باور اوف 15 مقسوم على 1.1 في ذا باور اوف 15 ناقص 8. ماشي؟ ده كده الريكفري فاكتور بتاع المواسير. هتعمل نفس الكلام ده تحسب انذر ريكفري فاكتور لمين؟ للبامب. اضرب ده في ده وجمع كل الارقام على بعضها. طيب بعد كده بقى حسبت التوتال كوست اللي هو طلع 2 مليون شويه قال لي 8 بير يير. انت كده لسه حسبت الكوست اصلا، يعني التكلفه بتاع المتر مكعب واحد الميه. لا لازم احسب مين؟ لازم احسب الفوليوم اللي انا نقلته في السنه. بتحسب الفوليوم اللي انت نقلته في السنه ازاي؟ عندك الكيو اللي هي 0.28 تمام؟ اضربها بكام؟ 16 وحدات. 0.28 ده متر مكعب في السنه، حولها لمتر مكعب في الاول. اول حاجه طيب عندك بتضرب في 3600 اللي هي 60 في 60، يبقى الحد هنا ده متر مكعب في الاول. طيب انت بتشتغل في كام ساعه؟ 16. يبقى انت الحد هنا ده متر مكعب بير داي. طيب السنه فيها كام يوم؟ 665 يوم. يبقى انت لحد اللحظه دي جبت ايه؟ كميه المايه اللي انت نقلتها في السنه. ده هيطلع 5.806 متر مكعب بير يير. اقسم الرقمين دول على بعض طلعت مين؟ طلعت ال اي بير متر كيوب. فهيطلع 40 قرش. طبعا كان الرقم ده قليل جدا، انا رقم قديمه جدا. هيطلع 40 قرش ال اي بير متر متر كيوب. يبقى انا دلوقتي لما هاجي احاسب الناس اكيد بحاسب الناس على تقريبا نص جنيه للمتر مكعب ميه عشان اقلل. طبعا لسه هيفضل انا مش الربح بتاعه اللي هو كده، هو برضه مش معانا ربح مش جاست بريك ايفن، هو الراجل عايز شويه ربح. فايه؟ هيفضل لسه مش الربح بتاعه وده اللي هيحسب على الناس. برضه التشيك ده قديم جدا في الارقام دي كلها قديمه جدا، هي كانت حقيقيه بس طبعا مش في ايامنا. ايام التسعينات. حد عنده سؤال؟ اه صراحه.